جدي لأبي توفي وخلف أرضا زراعية، وله ورثة 7 بنات وابن واحد. وبعد أن تزوج الجميع بقي ابنه مستوليا على هذه الأرض، وقد كلفته ما يقارب قيمتها في تعميرها وتصليحها وإيصال الماء إليها، فهل للبنات نصيب فيها أم لا؟ نعم، للبنات نصيب من أصل الأرض، أما كلف التعمير التي أنفقها أخوكم هذه ترجع إليكم إذا اصطلحتم فيما بينكم على أن تدفعوا له شيئا من الكلف أو هو سمح عنكم، فهذا راجع إليكم، وإن اختلفتم فلا بد من الرجوع إلى القاضي وهو ينظر في القضية، الله تعالى أعلم. أما الإرث فأنتم على نصيبكم من الأصل. نعم.